السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راكم صحة، إن شاء الله راكم له، إن شاء الله دوم صحة والعافية. رمضان كريم وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. بلا ما ندور عليكم، موضوع اليوم راح نحكوا على الشبه الطبي والنتائج الشبه الطبي اللي كامل المتسابقين راهم يستناو فيها. قبل ما نبدأ قبل ما ندخل في الموضوع، أكيد جامو بارتاج لقناة باش يوصلك كل جديد، وأكيد بالنسبة لي مشاركين جدد اي مشاركه نتاعكم اي بارتاج راح تزيد اكثر تحمسنا اكثر في اثراء القناه بمواضيع جديده ان شاء الله. نبدا على بركه الله. مسابقه الشبه الطبي بدايه ما كانش حاجه وما كانش شيء اكثر حماسه واكثر اثاره من انتظار نتائج المسابقه، يعني نحكوا عليها مسابقه الشبه الطبي كامل قدمتوا افضل واحسن وشعتكم، ومتأكد باللي كامل مديتو أداء مليح بالنسبة للمسابقة، كامل خدمتو. أكيد خلونا ننتظر النتائج بكل روح إيجابية وإن شاء الله تفاؤلية. مهما تكون النتائج لكن قدمتو واش عندكم، وأكيد تعلمتو حاجة جديدة، وأكيد تعلمتو تجربة جديدة في حياتكم. إن شاء الله كامل ناجحين في هذه المسابقة، خاصة الناس اللي شاركوا عدة مرات، نتمنى لهم النجاح هذه المرة في المسابقة. وكاين بعض الناس اللي عندهم ظروف، إن شاء الله ربي يسهلهم وإن شاء الله يكونوا معنا في الشبه الطبي، وكامل الناس اللي تستاهل ربي يوصلها إن شاء الله. كاين البعض فيكم اللي يشوف كل يوم مواضيع في وسائل التواصل الاجتماعي ولا المواقع ولا في اليوتيوب، كل يوم ينتظر النتائج بفارغ الصبر. مليح الإنسان يشوف جديد، ومليح الإنسان أنه يطلع كل يوم على جديد. مي حاليا أغلب وسائل التواصل الاجتماعي وأغلب الفيديوهات تلعب على المورال، كل يوم يخرج موضوع جديد، كل يوم يوم جديد، كل يوم شهر جديد، وكل يوم حكايات جديدة. خاصة كما رانا نشوفو بعض القنوات لا علاقة بالشبه الطبي، إذا شفنا المضمون إذا شفنا المواضيع راح تشوفوا قنوات ما تحكيش كامل على الشبه الطبي والله مواضيع طبية، وفي الأخير يدير موضوع مسابقة الشبه الطبي. إنسان لازم يكون شوية انتليجون، يخمم شوية، يشوف المواضيع اللي راها متداولة في القنوات ويشوف المصدر نتاعها. كما تعرفوا قناتنا قناة باراميديكال ديساتوب، من بدايتها سواء القناة الأولى اللي راحت والله القناة هذه اللي رانا فيها باراميديكال ديساتوب، من البداية الهدف نتاعها هو الشبه الطبي وكامل جديد الشبه الطبي، سواء امتحانات دروس مسابقات كل ما هو جديد عن الشبه الطبي. كما ذكرت لكم لازم الإنسان يعرف المحتوى اللي راه يشاهد فيه. إن شاء الله ربي وصلنا وإياكم به نوصلوا المحتوى هادف، ونشكر جنود الخفاء اللي دائما حاضرين معنا المعلومات الجديدة والحصرية عن الشبه الطبي. فيما يخص النتائج كما ذكرنا قبل في المواضيع السابقة، نذكركم نتائج الخاصة بالامتحان النهائي ليكزام فينال اللي فوتوا اللي درسوا سنتين في الشبه الطبي وداروا ايكزام فينال، كذلك رامي ينتظروا في النتائج. وكاين اللي فوتوا في مارس نتائج خاصة بامتحان التحاق بسلك الشبه الطبي اللي بدون بكالوريا، البعض ينشر آخر هذا الشهر، وكاين اللي ينشروا في ماي، وكاين اللي يقول لك في جوا. الخبر الرسمي بداية التصحيحات الخاصة بجميع الامتحانات الخاصة بالشبه الطبي، مازالت متواصلة التصحيحات، وأي منشور وأي جديد عن الشبه الطبي راح يكون في القناة باراميديكال دي زيت توب، هي الأولى في نشر آخر الأخبار وآخر المستجدات. ونشكر الطاقم اللي راه ساهر على هذه التصحيحات، ومع الصيام ربي يجازيهم ان شاء الله ميزان حسناتهم ان شاء الله. انتظروا نتائج مفرحة للجميع، نتمنى من كل واحد يفوت على الموضوع. خلينا كلمة طيبة ودعوة خير للناس اللي راهي تنتظر بفارغ الصبر في النتائج، نتمنى النجاح للجميع مع شهر رمضان، ان شاء الله كل واحد متمني الخير يلقاه. إن شاء الله يكون فيديو خير عليكم والجميع، وكل واحد يفوت يكون من الناجحين في مواضيع، خاصة بداية الدراسة اللي رايحين يدرسوا إن شاء الله والناجحين راح تكون في القناة، تجدوها في المواضيع السابقة. أي درس راح يكون بالشرح المعمق
في المواضيع. وصلنا لنهاية الفيديو، وصلنا لنهاية الموضوع، إن شاء الله ما تكونش طولت عليكم. أي مشترك جديد معنا نرحبوا به، إن شاء الله تكون قناة علمية، وأي واحد يساهم معنا في نشرها في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وأي جديد، أي أخبار عن الشبة الدبي راح تكون في الأيام القادمة إن شاء الله، وأي خبر رسمي راح يكون في القناة باراميديكال ديزيت توب. طلعوا لي في أرواحكم وسلام.